مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. تعال نشوف اللغز والهبل والهقص والنقص. إن الراجل اللي قتل المهندس فادي ميخائيل ده وهو بيمثل الجريمة بيعترف وبيقول نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين. طب ليه يا عم عملت كده؟ بص بقى الكلام الغريب والكلام اللي ما يخيلهوش عقل واللغز اللي احنا مش فاهمينه. جت قوات الامن، مديرية الامن، وكانت معاها النيابة، ومسكت المتهم اللي قتل المهندس باللودر في منطقة التجمع عشان يمثل الجريمة بمسرع الحادث. وبدأ يشرح المتهم ازاي انهى حياة هذا المجني عليه المهندس المحترم، وبدأ يعني يمثل المسرحية التمثيلية بطريقة تصويرية وإزاي ارتكب الجريمة دي. وبيقول إنه كان بيشعر بالضجر، يعني يشعر بالضيق من الضحية عشان في خلافات سابقة. خد بالك، عشان في إيه؟ خلافات سابقة. فهو راح جات بقى فكرة في دماغه انه لازم يتخلص من المهندس ده. نزل عليه بكبشة اللودر مرتين على راسه. جت التحريات الاجهزة الامنية واكدت صحة الكلام اللي قاله. وكان في اشتباه واللغز قال ان هذا السائق متهم نفسي او مرض نفسي، عنده مرض نفسي. شركة هتعين واحد مريض نفسي. ازاي ما عرفش. المهم جات النيابة أصدرت عدة قرارات، من بينها عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي عشان ياخدوا منه عين دم ويحللوها عشان يشوفوا إن كان بياخد مواد مخدرة ولا بياخد علاج نفسي ولا بياخد إيه ولا ملة أمه إيه. وقالوا إن مصلحة الطب الشرعي ندبت الصفة عشان تعمل الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه الله يرحمه، عشان يعرفوا ايه سبب وكيف في حدوث وفاته ومع استمرار التحفظ على اللودر. خد بالك بقى من الكلام اللي هنا اللي يروش. جات النيابة لما اختاروها يوم الاثنين 15 اول امبارح من شهر مايو ان في سواق داس على السواق باللودر، وده كان مهندس بموقع بناء تحت الانشاء، واستخدم الجرافه، انتوا عارفين طبعا اللي هو الجرافه اللي هي الحديده دي، وضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمه. وبدات النيابه تباشر التحقيق، ولكن جت استهلتها بالانتقال عشان ينقلوا لمسرح الواقعه عشان يعينوا وينظروا مكان او جثمان المجني عليه. وجات خدت بعض الناس من الشهود على الواقعة عشان يسألوهم، واستجوبت المتهم الحقير اللي اقر بارتكابه الجريمة. وهنا اللغز اللي ابتدي هنتكلم عليه هنا، خد بالك. وكان وفقا لأقوال شهود الواقعة في التحقيقات إن المجني عليه كان شغال أو بيشتغل مهندس في الموقع، والمتهم كان بيشتغل سواق بيرفع المخلفات أعمال البناء، كان شغال سواق على لودر بيسوقه، والمتهم ما كانش ليه علاقة بحد خالص من العاملين بالموقع، ولا ما كانش ليه اي خلافات بينه وبين اي حد، وما كانش ليه اي خلافات ما بينه وبين المهندس، وما حصلش حوار بينه وبين المهندس خالص، ده عكس الكلام اللي اتقال فوق، وما حصلش بينه وبينه اي شيء خالص، وما حصلش ما بينه وبين المجني عليه اي مشادة كلامية قبل كده. ولكن الجات الناس او المهندسين او العمال سمعوا صرخ وصراخ لاحد
الايه شغالين، او بمعنى صح صراخ المجني عليه. راحوا جريوا عليه لقوه مرمي على الارض جنب اللودر وغرقان في دمه، وجم لقوا النبض ضعيف، اتصلوا بالاسعاف. الاسعاف جات، المكان كان مليان حديد مسلح، فالايه الكاوتش ايه اتقطع. الناس قالت ناخد العربية ونجري بيه، جات ناس مهندسين قالوا لك لا ما ينفعش، عشان رجال الأعمال اللي هييجوا يعينوا الموقع ويعينوا المكان ممكن يتخضوا وما يجوش تاني. مدى الجرم شركة سوديك، وللأسف الشديد فارق المجني عليه المهندس الحياة وترك الدنيا ببلاويها، والمتهم اللي نزل على المهندس وعدة مرات ولما ضبطوه وبلغوا الشرطة والشرطة قبضوا عليه قال كلمة سخيفة وكلمة قلة أدب، قال لهم أصل هو مسيحي وأنا مش بحب المسيحيين. يا سلام يا سلام، تقتل روح، تموت نفس عشان انت ما بتحبش المسيحيين؟ هو المسيح ده عمل لك ايه يا سيدي يا محترم؟ ده هو ابونا ادم اب واحد وجابنا كلنا، وام واحده امنا حواء. يا سيدي ده انت اعتبر نفسك ان انت في حرب 73 وبتحارب العدو، ما كنتش بتقدر تفرق بين المسيحي والمسلم. انت بتمسك سلاح وهو بيمسك سلاح، وكلنا كنا بندافع عن وطننا. يا سيدي افتكر في 30 يونيو لما الكنائس كلها اتحرقت وولعت، والبابا تودروس قال لك مش مهم الكنائس، المهم مصر. الله، البابا شنود الله ينيح روحه قال لك مصر وطننا، ملناش مش مهم يبقى لينا يكون وطن، مش مهم يكون لينا كنيسة، أهم حاجة وطن نعيش به. يعني أنا مش عارف أقول إيه على مدى الحزن والألم اللي الواحد مازال بيسمعه من شوية سفهاء. مش عايز أقول أغلط أكتر من كده. ليه؟ عمل لك إيه المهندس فادي يا سيدي؟ الله، يا سيدي مش عاجبك مسيحي شكله وحش شكله مدمر، ما تتعاملش معاه. نعم، نطلب الرحمة ليه وإن هذا الشهيد العظيم، ونقول يا رب ارحمنا برحمتك. كل الشكر وكل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.